اليوم الكل يعرف الطبقة السياسية اللي طلعت عليها ثورة تشرين آنذاك من أجل تغيير الكتل والشخصيات اللي هي فاسدة، وهذا موضوع يعني مستحيل ينوجد. ومع الأسف يعني صرف مليارات من الدنانير العراقية والبلد بحاجة إليها لغرض تغيير، والتغيير ما راح يكون لأنه نفس الأحزاب اللي هي طلعت عليها تشرين هي موجودة، ونفسهم تشرين اللي طلعوا على الأحزاب هم صاروا جزء من العملية السياسية ودخلوا معترك الانتخابات. والانتخابات اليوم بإرادة المجتمع الدولي والإقليمي كلها تركز على نجاح الانتخابات، بس نتائج الانتخابات بعد الانتخابات هل راح يكون أكو تغيير حقيقي بالوجوه أو بالعملية المحاصصة؟ لأن الفقرتين ما راح يتغير. إذن ما هو الداعي من الانتخابات إذا ما راح يتغير العملية السياسية برمتها من ناحية المحاصصة المقيتة اللي جت فيها الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم. وإحنا اليوم بأحوج الحاجة من المجتمع العراقي ليس بتغيير الوجوه بس بتغيير آليات وسبل العملية الديمقراطية اللي جتي باسم المحاصصة. المحاصصة مجربة سابقا بلبنان على أساس التصنيف العرقي والمذهبي، وعمرها ما بنت دولة. تبني كيانات، تبني أحزاب، بس ما تبني حيثيات دولة. اليوم تشرين أعطت شهداء وأعطت جرحى من أجل التغيير، بس مع الأسف تذوبت موضوع تشرين وتذوب كل أحلام المجتمع العراقي. اليوم المقاطعين 80% هل راح يشاركون المقاطعين؟ هاي حتما لا.